اهلا وسهلا بنات، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين، اموركم هانيه وكلشي على خير. كلشي بخير، مرحبا بكم في هذا النوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفا بيوتي. هذا الفيديو هذه غادي تكون اون فيديو سبيسيال على التليفون ديالي، لان بزاف البنات اللي كيسولوني عليه، بزاف البنات اللي كيعطوني هكا دي كيسيون صفا، شنو لي زابليكاسيون اللي متيليشارجيا، شنو الراي ديالك في الايفون، بحكم انني حياتي كامله وانا تقريبا كنخدم بسامسونج، كنخدم باوبو، كل خطره وباش. فدابا بغيت نعطيكم الراي ديالي في الايفون. الناس اللي كيهمهم هذا الفيديو مرحبا بكم في الفيديو، وغادي نوريكم حتى لي زاكسيسوار، غادي نوريكم حتى البواط ديال الايفون وشنو كيجي معاه والثمن، وغنشارك معكم بزاف ديال الحوايج، فبقاو معايا وما تمشيو حتى شي بلاصه. دونك اخر تليفون كان عندي مؤخرا اللي هو هذا، فوالا وهذا، فهذا اوبو، نسيت حتى شنو هو، اوبو رينو شي حاجه واقيله، والله ما بقيت عاقله عليه. هذه هي لا كولور اللي كانت فيه، ياكو. بالنسبه لا بوشيت اللي دايره ليه هي هذه في الاورانج، هذه كنت خديتها من جوميا ب 99 درهم. كنت ديك الساعه مازال ما كنعرفش ناخذ من شيئين، وما كناخذش اصلا من شيئين، فخديتها من جوميا. او كونطخيغ في شيئين عرفتو كاينين زوينين، ولكن اغلبيه لي بوشيت كاينين غير ديال الايفون، وداكشي قليل فاش تلقاي شي حاجه اخرى ابار ايفون. فبالنسبه لهذا التليفون، الناس عاقلين على التصوير ديالو، عاقلين على لا كاليتي ديالو ايتو، ما عليناش. بالنسبه للايفون ديالي راه هو اللي كنصور به دابا، غادي نحاول نوريه لكم، راه هو هذا ايفون 11 برو ماكس. بزاف ديال البنات اللي غادي يحسب لهم بلي الفيديو هذه كتعياقه، خرج 13 مازال. على فكره القلوب الخبيثه غنبغي نجاوبكم، انا جاوبت غير البنات اللي قالوا لي صفاء عافاك ممكن تشاركي معنا التليفون ديالك، بشحال شريتيه، قولي لنا لي زابليكاسيون اللي دايره، وهذا الشيء ما كان يعني ماشي عياقه، ماشي كذا ماشي كذا ماشي كذا نهائيا، حيت ما كلها وكيفاش كيحسبها. المهم انا بغيت غير نعاود البنات نهضر معاهم. فالتليفون ها هو هذا، ياكو هذا 11 برو ماكس. بالنسبه للثمن ديالو 10000 درهم وقيلا 50000 ريال، ولا كانت بحال هكا 10000 درهم و 50000 ريال بحال هكا الا بقيت عاقله انايا. فيه 256 جيجا، حيت راكم عارفين بحكم التصوار وداك الشيء راه، وشحال ما كانوا لي جيجا طالعين شحال ما الثمن كيطلع، يعني تقدري تاخدي مثلا 128 جيجا راه الثمن تاخديه قليل بيان سور. فكتفتحي البواطه بحال هكا، كتلقاي هنا كيكونوا دايرين لك ديك اللعيبه اللي كتفتحي بها الجناب ديال التليفون، راه كتكون بحال فنته. هنايا كيكون واحد الكتاب، ياكو هنا كيكون واحد الكتيب، ها هو دا خرج، كيكون واحد الكتيب هنا. عاطين هنايا حتى واحد ستيكرز واقيله الا بقيت عاقله، كانت هنا واحد ستيكرز ولكن ما عرفتش فين درتها انا، ما عرفتش فين درتها. واحد ستيكرز فيها الايفون، فيها الابل. هنا البلاصه ديال لي زيكوتور هي هذه. بالنسبه لي زيكوتور كيعطيوك دي زيكوتور اللي هما عاديين ماشي الايربودز، دونك كيعطيوك هذوك لي زيكوتور اللي عاديين وصافي، دونك هادشي اللي كيكون في وسط الكارتونا. بالنسبه للتليفون، نعطيكم الراي ديالي فيه. انا نهار الاول ما عرفتش نخدم فيه، نهار الاول حمقت السيد اللي خديته من عنده، حمقت وحمقته، ما هو اللي صايب لي الاي كلود، هو اللي صايب لي بزاف ديال الحوايج انا ما عرفت فيه حتى شي حاجه. وتخيلوا وحده مولفه بسيستم ديال سامسونج اوبو الى اخره، انتقلت ديريكتومون للايفون 11 برو ماكس، فجاتني صعيبه انني نخدم به في الاول، ولكن اللي زاد عجبني فيه اللي هي لا كاليتي ديال لا كاميرا. عرفتوا دابا راه كنصور لكم بالكاميرا ديال القدام، عرفتي ولا صورت لكم بالكاميرا اللورانيه، راه خطيره في التصوير، خطيره احسن من هذه بزاف. ف بالنسبه لا شارج، كيشد لا شارج زوين، خطير في لا شارج. لا كاباسيتي يعني حد الان مازال ما لقيتش ميموار انسوفيزونت، من شريتو لدابا راه طالعه واقيله تكون شي 11 شهر بحال هكا، المهم قريبا نكمل عام. الحمد لله مزيان. بالنسبه للشارجور، بالنسبه لا شارج مزيانه، لا كاباسيتي ديال الباتري ولا ليطا ديال الباتري دابا عندي فيه قيله شي 97 بحال هكا، يعني ما هبطش ليا بزاف وصافي. الناس ديال الايفون هما اللي غيفهموا هادشي ديال ليطا ديال الباتري. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نوريكم، غنوريكم كاع لي بوشيت دابا اللي عندي في الايفون. انا كنشري لي بوشيت بزاف،
شوفوا شحال. يعني هادشي غير ديال الايفون بلا تليفونات الاخرين، هادشي غير ديال الايفون. اول بوشيت اللي هي هادي، هانتوما هادي مرايه اللي كنبقى نشوف فيها بحال هكا الناس اللي مبليين بالمرايه. البوشيت الثانيه اللي هي هادي، شفتوها؟ هادي كتجي بحال هكا، كنت خديتها من مينيسو، كتجي بحال هكا. عرفتوا فاش كتكون عندي بحال هادي ناري كنمشي كنهضر فراحتي في الزنقه كنمشي. المهم كاينه هادي، كاينه هادي في الغوج بحال موبرا ياكو، كاينه اورانج موبرا، يعني هادي راه بحال هادي ياكو. كاينه هادي فوالا، سمحوا لي البنات جاني ابل. كاينه الثانيه وهذه اللي دايره حاليا في التليفون ديالي، راه ماشي هي هذه، ها انتم راه لي كولور مبدلين، هذا فونسي وهذا جاي بحال لافوشيا، شفتوا؟ كاينه هذه كنعطيها لي زكريا الكوافور، فوالا زوينه صراحه، ها انتم حتى هذه زوينه، كنت كنشد بها التليفون مريحه بزاف. فوالا كاينه هذه اللي شريتها حتى هي من شيئين، زوينه بزاف. المهم انا البوشيطات مدمنه على البوشيطات، مدمنه بزاف. وهذه شنو كيحسب لي؟ كيحسب لي فاش كتقلبي بحال هكا كيتحركوا، مي راه ما كيتحركوش. كاينه هذه ديال الماق فوالا زوينه حتى هي، وكاينه هذه، هذه جايه ترونسبارونط وفيها هاد العلامه هذه فوالا. دونك هادو هما لي بوشيط اللي عندي بهم، زعما كنبقى نبدل هكا اشاك فوا، حيت انا من نوع الناس اللي كنمل من التليفون وهو فيه حاجه وحده، بلس ما كنقدرش نخدم بالتليفون وهو بلا بوشيطه. انا من نوع الناس اللي الا هزيت التليفون بلا بوشيطه غادي تهرس، انا متاكده انه غادي يطيح، غادي مشى مشى مشى. بالنسبه للشارجور تيعطيوك هذا ياكو، انا شاريه لي هاد اللعيبات من شيئين باش ما باش هنا ما كيتقطعش، شفتوا فوالا كيبقاو شادين راسهم تما باش ما كيتقطعش. وهذا الثاني فوالا، سمحوا لي حاجه واحده اخرى بالنسبه للايربودز، هما هادو جاولي انا صراحه ما كنخدمش بهم بزاف، الا لو كنت هكا جالسه حدا الناس ما كنهضرش بهم، زعما الا لو كنت جالسه حدا الناس كنبغي بحال دابا نتفرج ولا شي حاجه كنفضلهم هما باش ما نتخربقش، اولا كنديرهم فاش كنكون باغا نخدم مونتاج ولا شي لعيبه بحال هكا. دابا غادي ندوزو باش نوريكم لي زابليكاسيون اللي عندي في التليفون، نوريكم حتى التليفون. انما دابا شنو غيوقع؟ يوقع تغيير في لاكاليتي ديال التصوير، لانني غادي نصور لكم بهذا، دونك غنصور لكم بهذا التليفون باش نهز هذا في يدي ونوريكم داكشي اللي كاين، فاصبروا معايا ما عندكم ما ديروا. البنات هذا هو التليفون بركه وحده، ها انتم كديري بحال هكا كيشعل. بالنسبه للشكيل وداكشي ها انتم كيفاش داير، وتا البوشيط فريمون كتحافظ على التليفون، حيت انا با مال دو فوا طاح لي التليفون وكان كيطيح بلا بوشيطا كون راه مشى. دونك دابا غادي هذه الصور اللي دايره انا في الفواياج، ودابا غادي نديرو لو مو دو باس ياكو. فوالا ها هو دا التليفون تفتح، دونك ها هو التليفون. شكون اللي بحالي البلاصه ديال لي ميساج غتكون عامره، شوفوا 73 ميساج هنا، 4 ديال لي ميساج هنا في الواتساب، 3 ديال لي ميساج في سناب شات، 6 في الانستغرام، 93 في يوتيوب، بلا ما نوريكم الجيميل مع الخدمه وداك التخربيقات، 1742 ميساج. اخليوه على الله وصافي. وحتى اللي كتقول لك شي وحده اش ما كتجاوبينيش، راه ما نقدرش اختي راه بزاف. المهم هنايا كاينه الكاميرا الغاليري، انا من نوع الناس اللي ما مستفينش التليفون ديالهم، نجيكم نيشان ما مستفاش التليفون ديالي، فهاد الشيء اللي هنا معنا ما نديرو به لانه كيجي مع التليفون. غادي ندوزو لهنايا، هنا شنو متيليشارجا؟ متيليشارجا الانستغرام الواتساب واليوتيوب وتيك توك. بالنسبه لهاد شريت ياك وشريت كتقرا، المهم نتوما شريط شريت شريت نتوما قولوا لي كيفاش كتقراوها. هذه واحد لابليكاسيون انا كنت كنخدم بها ايامات، كان عندي السامسونج والاوبو داكشي، كتصيفط بلوتوث
الطيران، كتصيفط ابليكاسيون، كتصيفط فيديو، كتصيفط اللي بغيتوه. المهم هيا عقلوا عليها البنات، تقدروا تحتاجوها. وغادي ندوزو دابا لهنايا، انا متيشارجي هاد وي هارت ات، زوينه، فيها التصاور وديكشي. هاد بيكس ارت من نوع ديال لي زابليكاسيون اللي كنصايب بهم تصاوري. الناس اللي كيسولوا صفاء كيفاش كتصايبي تصاور، كنصايبهم بهاد لابليكاسيون. يو كان ميك اب الا كان شي تعديل ديال المكياج كنصايبو بهادي. فيس اب حتى هي الا كان شي تعديل ديال المكياج كنصايبوه بهاد فيس اب. صافي غادي نكمل لكم. هاد بولت هي الناس اللي عندهم الايفون وما كيلقاوش كيفاش يتيليشارجيو الموسيقى وديكشي، دونك ما تيلقاوش الطريقه باش غادي تيليشارجيو موسيقى ولا يتيليشارجيو شي فيديو من انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. هنا انا عندي كاع داكشي اللي انا متيليشارجياه، فيديو، موسيقى. دونك هادي هي لابليكاسيون اللي انا كان تيليشارجي بها. خلاص جيميل مع النبي غرض. انشوت هي كتصايب الفيديو، كدير المونتاج ديال الفيديو وحتى التصاور. صراحه سياش ما نحتاجوش نهضروا عليها. هاد بودي تون يعني فاش كتكون عندك شي تصويره كتبغي تقادي لا طاي ديالك فيها، فها هي لابليكاسيون. شفتوها؟ انا كنحاول نعاونكم في لي زابليكاسيون. هاد تيكست ديزاينر، هاد تيكست ديزاينر فيها هي هادي فيها الكتابه. يعني انا نحاول نشرح لكم فيها الكتابه بطريقه زوينه. بحال دابا نكتبوها نتوما، بحال دابا غادي نكتب صفاء. شوفوا اش كنكتب صفاء. فاش كنكتب صفاء ها هي كتخرج لك بجميع الكتابات عندكم. وكتعجبكم شي كتابه كديروا لها كوبي كولي وكتحطوها، فهمتوني؟ دونك هادي كنحتاجها انا. هذا خلاص تيليجرام اللي غني على التعريف. تيليجرام كيتستخدم بزاف بزاف. هاد التليجرام هو اللي كناخد منه انا لي ستوري. الناس كيسولوني تليجرام ديالاش، تليجرام هو اللي كناخد منه انا بحال هادو. شفتوهم؟ وكنحطهم لكم تحت التصاور في الانستغرام، يعني دي ستوري. هاد الحاسبه الورديه هادي البنات، هادي خاصه كتنظم لك مثلا الوقت ديال الدوره الشهريه ديالك، كتحسب لك الوقت فوقاش غادي تجيك، ايام الاباضه، كتحسب لك اي حاجه هاد لابليكاسيون هادي. دونك خلاص كاين فيسبوك واخا انا ما عنديش صراحه. كاين ماي انوي، هذه لابليكاسيون ديال انوي حيت كنخلص بها لابونمون. هذا يوتيوب ستوديو كنحتاجو غير حنايا الناس اللي عندنا اليوتيوب. خلاص لابليكاسيون ديال شاين، لابليكاسيون ديال جوميا، وهاد لابليكاسيون هذه ديال بيتشي. اويلي لا، هاد لابليكاسيون هادي ديال بيتشي راه نفس الحاجه ديال هاد الفيس اب ويو كام ميك اب وديكشي، دونك لا ميم شوز. صافي هادشي انا اللي دايره في التليفون، انتما كيما شفتوا هادشي زعما اللي عندي انا في التليفون، ما عنديش شي حاجه واحده اخرى. بالنسبه لا كاليتي ديال التصوير راه فريمون خطيره. لا كاليتي ديال التصوير ديال التليفون، شوفوا فريمون، شوفوا شفتوا كي كتبين. شوفوا هذا كي كيبين، شوفوا هذا كي كيبين، هذا كيبين لكم لا فيريتي، الحقيقه. ها انتم شفتوا؟ انتم شفتوا؟ انتم شوفوا هذا كي غيبين لكم، وهذا كيفاش كيبين داكشي. فوالا. فهذا ما كان البنات. كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى فريمون انها تكون عجبتكم، وكنتمنى انني نكون ايضا فدتكم في شي حوايج. اي وحده عندها شي سؤال بخصوص الايفون تكتبها لي في لي كومونتير. اي وحده باغا تسولني على شي حاجه ولا كاينه شي حاجه ولا واقع على شي مشكل في التليفون تخليها لي في لي كومونتير. كنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.